فخامة أفريقية أصيلة، انتقالات سليمة، اختيارات مميزة للمقامات، موهبة ناضجة وصوت مستقر. فهل سيصل إبراهيم إلى المراكز الأولى؟ متابع معاً إبراهيم سو من ساحل العاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى بعد استماعنا لتلاوة طيبة للمتسابق إبراهيم سو من ساحل العاج. طيب الله لكم الأنفاس، وأنتقل مباشرة للشيخ الدكتور باسم العابدي، تفضل. بارك الله بكم، حياكم الله. حياك الله، الله يبارك بيك. وددت أن أنوه إلى مسألة، أننا منحنا هذه الفئة العمرية الفرصة لأن يختاروا النصوص بأنفسهم، وعزيزنا محمد إبراهيم من الفئة العمرية الأخرى، بارك الله بك. أنت يا إبراهيم بدأت بآية طويلة جدا، وهذا أيضا يحسب لك لا عليك، أنك باختيارك اخترت آية طويلة وهذا شيء جيد، ولكن الآيات الطويلة عادة القراء يجتنبون الابتداء بها للمحافظة على نفسهم، ولأنه هو لأول مرة يصعد إلى المنصة فيحتاج إلى آية قصيرة يبدأ بها. هذه يعني نصيحة للقراء، أن إذا وقع الاختيار أو أتيح لهم الاختيار يبدأوا وينتخبوا آية قصيرة يبدأوا بها. لذلك أنت بدأت في من الآية الكريمة في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه آية طويلة، كل هذه الكلمات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله، كل هذه هي مبتدأ وخبرها رضي الله عنهم، فأنت وقفت على بإحسان و كان لك كلمة واحدة حتى تنهي الجملة وبمعناها الصحيح. ففي المرة المقبلة إن شاء الله نحن نتجاوز قليلا عن هذه الوقفة لطول الآية وللوقف الاضطراري، لكن حاول اسعى أن تختار آية قصيرة. بارك الله بك، شكرا جزيلا الله. لكم فضيلة الشيخ. انتقل إلى السيد حسنين، تفضل. خدمتكم مولانا العزيز، الله يبارك فيكم. شكرا إبراهيم، طيب الله أنفاسك. إحنا سعداء أن نرى من أمثالك يحضرون بجائزة العميد ومن أماكن بعيدة، يعني ممكن ساحل العاج، إحنا وإن كان يعني الأستاذ عماد مسافر للعالم كله بس يمكن ساحل العاج شايفها بس بالخريطة يعني. لا بعرفها. تعرف رايح لها؟ سنغال كمان. تكلم فرنسي يلا. ساحل العاج؟ لا ما بتكلم فرنسي. لا كم كلمة تعرف فرنسي من ساعة قلت لي؟ بعرف بيجو. بيجو يعني شنو؟ بيجو سيارات، هدول سيارات. بيجو رينو. تشرفتنا بحضورك يا عزيزي ومشاركة طيبة، وإن كانت التلاوة السابقة بالمرحلة السابقة أفضل بكثير. اليوم لعله عرض له عارض بصوته، ولكن يعني بالتالي من الشخصيات اللي نفخر بها بهذا الحضور الطيب والمبارك. شكرا لك يا عزيزي. شكرا لكم. سيد كريم موسوي، رأيكم. حبيبي إبراهيم كنت أفضل بكثير كما تفضل أستاذي حسن الحلو، يعني لا جمل نغمية ولا خطة نغمية كانت لتلاوتك، وحتى ما تنواحت بالنغم والمقامات والطبقات، بس أقول الله يوفقك إن شاء الله لكل خير. شكراً لكم فضيلة الشيخ عمر. لكم ما شاء الله إبراهيم سو، نهنئك بتأهلك لهذا الدور النهائي، فهذا إنجاز كبير جدا، وربما كأول مسابقة في جائزة دولية فنهنئك بهذا التأهل، وكذلك حضورك وقراءتك كانت رائعة جدا، يعني لم يظهر فيها شيء من الأخطاء التي ذكرناها سابقا إلا بعض الملاحظات التي
إن شاء الله تتجنبها في قادم تلاواتك، لأن القرآن الكريم دائم التلاوة ودائم الإتقان، والإتقان لا حد له، لا أحد وصل إلى نهاية الإتقان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلديك انتبه إلى حرف الراء، غفور رحيم، لا تقل غفور رحيم، فالراء لم تقرع في مخرج اللسان، لم يقرع في مخرج الراء. وكذلك انتبه عندما يكون حرف مطبق مستعلي، يكون في أقل درجات الاستعلاء، نقول العظيم العظيم، نبقي فيه الإطباق، حروف الإطباق الأربعة، تقبل الله منك. وهذه الملاحظات إن شاء الله تزيدك إتقانا وإتقانا لتلاوتك. شكرا لكم الشيخ محمد عصفور، لكم الكلام. حياك الله حبيبي، وحيا الله أخونا الكريم إبراهيم سو. طبعا أنا أضم صوتي لصوت اللدنة الكريمة أساتذة الكرام، ولعل إبراهيم يعني لا يجيد اللغة العربية، لكن هو لا يجيد يجيد يتكلم اللغة قليلا، يتكلم ليطر يتكلم اللغة العربية. هو أكيد استشعر الاطمئنان والاستبشار في وجوهكم، فأكيد هو من جواه فرحان يعني، حتى لو ما أكيد استشعر الاطمئنان مننا يعني. بالتأكيد ما أزيد عن أساتذتي شيء والله، إلا الدعاء له بالتوفيق إن شاء الله، ولعل ينال إن شاء الله مركز في هذه المسابقة. موفق حبيبي. شكرا لكم. أختم مع الأستاذ عماد رامي. من موفق إلى أبي موفق. الله يبارك فيك أستاذ محمد، ما شاء الله. إن شاء الله الأيام المقبلة بتكون أفضل، ما بقدر زيد عن أساتذتي يعني، هن حكوا ووفوا عطوك حقك بما قالوا، بارك الله فيك والله الموفق. نموذج قرآني من ساحل العاج قدم نفسه خير تقديم، وجاء من مكان بعيد ويستاهل. نعم. واحد يقدم له شيء. يلا سيد كريم. نعم نقترب من ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة، ينميه حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالإرث الكريم، فعزمة من حيدر من حيدر ومن النبوة سؤدذ. الله أحسنت الله. يا سيد من شذا هذه الولادة، ونحن نقترب شيئا فشيئا لولادة مولانا كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كانت مشاركة إبراهيم سو من ساحل العاج. يا إبراهيم شكرا جزيلا لكم.